ترى على 10. لا العفو العفو مصطفى بيه، وايه العفو مصطفى بيه. الالحان اللي ايه اللي ايه لحن اتعمل سنة 29 سنة 29 بيتعزف النهاردة، وبيتقال بيتعزف وبتعزف النهاردة وبيتسمع اه كأنه لسه معمول، كأن لسه امبارح اللحن امبارح، اه وكل مستمتع بيه وكل عاوز يسمعه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعاوز نعم يسمعه بكرة. نعم نعم لا 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 لا، انا المواضيع كنت دي فيها عبقرية. اتفضل. في حديث اذاعي مره في اذاعه صوت العرب من حوالي 5 6 سنين، بيسالني المذيع بيقول لي لو انه مطرب شاب او حد غاوي يغني، يغني يقول ايه او يبتدي منين؟ قلت له يدخل من بوابه محمد عبد الوهاب. الله عليك، صح. هذه هي البوابه الملكيه التي يدخل منها اي شخص عاوز يغني ده على إذا طول. قدر يخش، إذا قدر يدخل، إذا قدر يدخل يا دكتور. ليه؟ لانه يعني ما هو لو عدى محمد منها ما عبد الوهاب، خلاص. محمد آه عبد طبعًا. الوهاب مصطفى بيه، والكلام لكل الساده طبعًا. الضيوف، هو طبعًا. الموسيقار الوحيد الذي لقب بموسيقار الاجيال. تمام. ايه سبب هذه التسميه؟ ليست مجامله وليست اطراء ولا مدحا في شخصه ولا في الحانه، ولكنها حقيقه تاريخيه مصطفى بيه. محمد عبد الوهاب اتولد سنه 1901، ايوه وبالتالي ابتدى يغني وهو عنده مثلا 14 15 سنه، يعني من سنه 15. 1901، يعني هو ايوه عامل الاغنيه دي ملحنها وهو عنده 28 سنه نعم نعم بالجمال وبهذا ده الجمال بالعبقريه دي؟ ده مش وبهذا ممكن الجمال. والله. لا لا الله لا، ده الناس دي يعني دول كانوا قصه تانية. ردة الروح على المضنى معك كانت سنه 32، ده وفيها كان عنده 30 اعجاز سنه. جميل جدا ان الامير الشعراء احمد شوقي قاعد بيسمعه اثناء التسجيل، بيقول له يا محمد، امير الله الله الشعراء الله، وهو بيحضر ايوه التسجيل في اسطوانات بيضافون في استوديو التسجيل، بيقول له يا محمد، شوف الشجن اللي دعا احمد شوقي يقول له يا محمد وهو بيغني. ادي الله الله، الناس، وبذلك هو موسيقار الاجيال، لانه مر على كام جيل بقى مصطفى بيه؟ كثير كم جيل كم جيل سمعوا، طبعا، كثير. طبعا طبعا يعني طبعا، داخل، يعني داخل على قرن من الزمان، يعني 90 سنة، مات عنده 90 سنة وغنى من غير الدكتور ليه، ألفي، وهو في هنا نهاية عمره. الدكتور ألفي بيأكد كلام سيادتك وبيقول لك إن يعني الدليل برضو إن كاظم الساهر لما دخل مصر واستقبله الجمهور كان بيغني بفكر في اللي ناسيني. نعم، وأصالة أول ما استقبلتها مصر غنت كل ده كان ليه؟ وصفوان طبعا، الأستاذ لا صفوان لا بلون طبعا طبعا، طبعا، الناس كلها يعني بوابة هي كبيرة جدا، بوابة كبيرة جدا وفسيحة.